طبعا هيطلع لي نضاره شمس، هيطلع لي ايه؟ مسدس. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه النهارده؟ رجعت لكم بفيديو جديد. قلت اول مره تشوفني تشوف القناه، عموما انزل دوس سبسكرايب وشغل الجرس لان بيفوتك عظمه وانا عامل على مصلحتك. ولو تعمل لايك فايق بقى وكومنت جميل يبقى انت تاخد قلبي، انا كده خلاص مش عايزه. فكره فيديو النهارده جات لوحدها. عايز اعرف البتاع ده بيقولوا بيكسر عليا كتير وغريبه وبتبقى حلوه، فاحنا هنكتشف مع بعض. نجيب كتر، افتح الكرتونه دي فلاقي الدور، انا هقعد اكل فيهم اسبوع كده. ما نشوفك هتكسرنا ايه. يا عمي شكرا حبيبي حبيبي، تسلم، شكرا على الكلاكسات اللطيفه بس مش محتاجها. دكتور دكتور بي 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 كده. انا مش عارف ليه انا بقيت بعمل حاجات ببهدل بيها الشقه، يعني انا ما بقتش بعمل اي فيديو من غير ما بهدل الاستوديو واقعد اسبوع انضف فيه. ما طلعوش. انت خليكي هنا عشان نملي في الاكياس وانت ما تطلعوش. طبق لا، ما انا كده محتار، انا هغمض واسحب كيس ونفتح مش في اللي جوه. ده كيس معانا، ده ايه دي؟ بالونة رقم 4، دي ان شاء الله هنستخدمها لما نوصل 40,000 مشترك. حلو حلو حلو، استفدنا ببالونة. اللي بعده، لا بص هو ده في حاجة تقيلة، يعني كيس تقيل. بالونة وكيس. ايه ده؟ كوباية. هو انا رايح المدرسة في ايه؟ ايه الكوباية؟ بصوا كوباية شكلها غريب جدا. ايه ده؟ ماشي ماشي ماشي، كوباية عادي. اللي بعده دي ايه بقى؟ دي ايه؟ دي ايه؟ هو انا عيد ميلادي النهارده، في ايه كميه البلالين اللي جايه دي؟ ايه؟ تاني بالونه. ايه ده؟ ثلاث اقلام الوان، لو حد محتاجهم ممكن ياخدهم، يعني انا مش عارف انا هستفاد بيهم ايه بس حلوين. ماشي، نفضل متفائلين لحد النهايه يعني هنحاول. بس احنا نفضل متفائلين لحد النهاية. ده ايه بقى؟ اهو بس والله شكله حلو، يعني هو لو حلو ندي لهم ادي لهم حلو. طب ما كنتش سمعت، ما تعرفش ان انا كسبانه في كيس شيبس. كده كتير كده. ايه كتير؟ انا مش انا مش طفل في حضانه عشان يجيبوا لي طبق ومعلقه وشوكه وحاجات. دي العاب طبخ دي، هي العاب طبخ بس ما فيش حاجه انضف من كده. يبقى الحمد لله طلعنا بالعقد وال وبايدات الاربعه. Thank you.
انت في الفيديوهات كلها هتبقى بالنضاره دي بعد كده. انا اكل لي نضاره وانت لا ده لك قياس وما استفدتش باي حاجه. طبعا يطلع لي نضاره شمس هيطلع لي ايه؟ مسدس. ده مش شغال كمان يعني. طب هو صوت بس طيب ولا هو بيعمل ايه؟ تمام او في ثانيه واحده. سلم نفسك المكان كله محاصر معاك حظاظه مدحت. يا عم انا نفسي احس ما ايه ده. نايس نايس يعني هنحاول افضل ايجابي. نايس هحاول افضل ايجابي. ده انا هغرق فيك وانا قاعد بمنتجك. انا هغرق في كميه البوز اللي انا هاكلها. سوري يا شباب الكاميرا فصلت وانا كنت بطلع تقريبا البتاع دي فانا مش عارف ايه. هي دي عروسه المولد على هيئه بالونه وده العاب طبخ فمش عارف اني واحده فيهم اللي ابتدت الكاميرا قطعت فيها. ما علينا منهم. هو باقي كيس واحد وطلع مفرقع كمان. ده حصان بفتحه سقف. حصان بفتحه سقف للبيع للجادين فقط. استنى كده طيب حسب البوز ده. كمية البلالين عشان انا هفتح محل اعياد هلال. ايه ده؟ دي نبقى نشوف اي طفل عندنا في العيال في المدرسة نديها له يستفاد منها. خلي دول لان النضارة والمسدس والعقد دول احسن حاجة. وريني كده بقى انت شغال ولا ايه؟ ليه؟ مفيش حصان بيدريفت كده ابدا. تمام الحصان ده يا شباب مواصفاته بفتحة سقف بيعمل بالزمبلك للجادين فقط. اللي عايز يشتريه كلمني على الانستجرام هتلاقوا لينك الانستجرام بتاعي تحت. يعني كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبكم الفيديو ده وعايزين اعمل منه جزء تاني اكتبه في الكومنتات. بس الجزء التاني هيكون على اجمد بقى ان احنا مش هنجيب كرتونه لا احنا هنجيب كباتين كتير يعني مثلا 5 كباتين 10 كباتين كده. بس انزل دوس لايك واكتب كومنت و